السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. فيديو اليوم عبارة عن وصفة لتبييض الأسنان والتخلص من الإصفرار، هي رائعة جدا، وصفة آمنة مجربة تعطي نتائج أكثر من رائعة. سبق ووضعت يعني وصفات غيرها على القناة كلها رائعة جدا، الاستمرار والمداومة على يعني عملها يعطي نتيجة أكثر من رائعة. وصفة اليوم تتميز بخصائص مبيضة سريعة جدا، سنستعملها يعني أثناء تفريش أسناننا وسنحصل على نتيجة أكثر من رائعة. إذا لعملها سنحتاج لمكونات يعني يسهل إيجادها، وكذلك تتميز بقدرة هائلة على تبييض الأسنان، على تقويتها، وأيضا تخليصنا من مختلف مشاكل الفم والأسنان، يعني التهاب اللثة، رائحة الفم الكريهة وغيرها. إذا لعمل وصفة هذه سنحتاج للزعتر، هو رائع جدا. سبق وضعت لكم على القناة وصفة لتبييض الأسنان باستعمال زيت الزعتر، هو رائع جدا يعني للتخلص من مختلف هذه المشاكل. سأحتاج أيضا في وصفة هذه للنعناع، هو الآخر، رائحته زكية نفاذة، يعمل على تبييض الأسنان وتخليصها من الإصفرار. في وصفتنا أيضا سنحتاج للقرفة، هذا المكون أكثر من رائع، هو الآخر، ينقي الفم، يمنحه الرائحة الزكية، وأيضا تعمل على تبييض الأسنان. أيضا مكون لا يقل أهمية وهو أكباش القرنفل، هذا المكون الرائع جدا الذي يدخل في مختلف التحضيرات الخاصة بالأسنان، حتى يعني أطباء الأسنان يستعملونه في مختلف المواد التي يستعملونها للعناية بالفم، هو رائع جدا جدا، يعني قاتل للبكتيريا، للطفيليات، للفيروسات، هو جميل جدا يعني للعناية بالأسنان، للتخلص من التهاب اللثة، لتعطير الفم ومنحه رائحة زكية، وأيضا لتبييض الأسنان، هو رهيب جدا في مسألة التبييض. لذلك سنستعمل فقط 3 أكباش من القرنفل. سنحتاج لملعقة صغيرة من النعناع، وملعقة صغيرة من أوراق الزعتر، وملعقة صغيرة من القرفة. إذن هاتي المكونات. بالنسبة لمن يريد يعني عمل أكثر يمكنه مضاعفة الكمية. إذن لنبدأ في عمل هذه الوصفة المبيضة للأسنان. للحصول على مسحوق سنحتاج لمطحنة كهربائية، سأضع فيها 3 أكباش من القرنفل، الملعقة الصغيرة من النعناع، ملعقة صغيرة من القرفة، وملعقة صغيرة من أوراق الزعتر، ثم نطحن الكل. المسحوق الذي حصلنا عليه يكون لونه بهذا الشكل، بني وبه يعني اخضرار، يعني وضعنا النعناع سنحصل على هذا المسحوق بهذا اللون. ثم نقوم بغربلة هذا المسحوق للحصول على مسحوق أكثر نعومة. إذن ها هو المسحوق الذي حصلنا عليه، مسحوق رائحته زكية جدا ونفاذة رائعة جدا جدا. إذن هذا المسحوق بعد الحصول عليه يفضل يعني وضعه في يعني أي علبة محكمة الإغلاق حتى لا يفقد خواصه، كما أن الكمية يعني قليلة، سنحتاجها لثلاثة أيام إلى 4 أيام تكفينا. إليكم الآن طريقة استعمال هذا المسحوق المبيض للأسنان. إذن نأخذ مقدار من هذا المسحوق، إما بغمره في المسحوق أو بخلطه بالقليل من الماء، لكم الاختيار. بعد ذلك تقومون بفرش الأسنان به جيدا، يعني كما لو أنكم تفرشونها بالمعجون، يعني بعد فرشكم للأسنان جيدا بهذا المسحوق تقومون بتنظيف الأسنان، وبعدها يمكنكم استعمال معجون الأسنان الخاص بكم. بالنسبة لهذه الوصفة هي آمنة جدا، تستعملونها 3 مرات في اليوم، يعني كل مرة تفرشون أسنانكم تستعملونها أولا وبعدها تنظفون بالمعجون.
في اليوم الأول تظهر النتيجة رائعة جدا، ستلاحظون الفرق بأنفسكم، وأيضا ستمنحكم انتعاش ورائحة زكية يعني للفم. ستختفي أيضا كل اللوائح الكريهة، سيختفي الإصفرار، وستظهر أسنانكم لامعة وبراقة ورائعة جدا للحصول على ابتسامة جذابة. أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الوصفة الرائعة جدا والمجربة، استمروا عليها القدر الذي تشاءون، هي رائعة وآمنة. وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.